اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. احنا مش هنستنى لغايه لما نعمل التحاليل، عندنا سكر زياده، عندنا كوليسترول، عندنا الحاجات اللي احنا بنسمع عنها. خلونا كده في الامان وناخد السكه من قصرها زي ما بيقولوا. يعني ايه يا شيف؟ عندك الثلاجه والمفاتيح في ايدك انت، تقدري تعملي اكله فيها دسامه، رز معمر، في سمنه، في قشطه، فراخ هتعمليها بزبده بسمنه. قواعدنا في الاكل الصحي واضحه وصريحه. يعني ايه يا شيف؟ يعني بتجيبي الاكله ايا كان المطبخ بتاعها او الانتماء ليها، وبنبعد ابحاث علميه عليها، ابحاث علميه من المغازي، بنشوف ايه الدهون اللي موجود فيها، ايه البروتين، ايه النشويات، ايه الكربوهيدرات، ايه الماده الدهنيه وهكذا. النهارده معانا فراخ، وعايزين نعمل النهارده البرجر. البرجر كلنا عارفين استخدامنا للصويا البودر ممكن يكون فيها بروتين زياده شويه، فيها نسبه كوليسترول عاليه شويه. احنا هنعمل النهارده البرجر بالكينوا، ودي فكره جديده وحقوق الطبع لدينا وبس. ايه هي الكينوا يا مغازي؟ الكينوا دي حبوب محاصيل عادي، بتتحصد زي اي محاصيل، ولكن من القطنيه زي السبانخ او الورقيه وزي الشمندر، بتتجاب وبتتزرع طبعا في امريكا الجنوبيه، ومنها الورق بتاعها الاخضر بيتاكل ولكن غير متوفر هنا. فبنجيب الحبوب بتاعتها بعد ما بتتيبس او تكون موجوده عندنا، بنستخدمها باشكال مختلفه، يا اما بنسلقها بنحطها مع طبق السلطه، يا اما تتاكل كده زي ما هي، او تتحط معها حليب دافي حسب الرغبه. سعرها غالي شويه ولكن الرياضيين بيحبوها لانها غنيه بالالياف والبروتين، وطبعا مفيدة جدا، والأحماض الأمينية مضادات أكسدة، زيها زي الشوفان طبعا، ولكن الشوفان شوية سعره في متناول الجميع. معانا النهاردة السوفليه من المطبخ الفرنسي. كلنا عارفين السوفليه لازم يكون هش كده وله شخصيته، ولازم تاكليه مجرد ما يطلع من الفرن. هنطبق المقولة دي على بطاطس السوفليه النهاردة بالفاهيتا، فكرة جديدة، فاهيتا من المطبخ المكسيكي وسوفليه من المطبخ الفرنسي، ده لقاء العمالقة جوه طاسة واحدة أو طبق واحد أو بايركس واحد، هندخله الفرن ونشوف شكله في الآخر. معانا عصير النهاردة المشمش، واشوفك في المشمش، هنعمله سموز النهارده قبل ما يودعنا، ولكن بالزبادي قليل الدسامه او قليل الدهون شويه، وده موجود في اي سوبر ماركت. النهارده في افكار بسيطه وسهله، وكمان اقدر ان انا احطك على طريق انك تعملي اكل صحي ولكن بدون تكلفه من جوه الثلاجه ومن جوه مطبخك. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. مقادير السوفليه على الشاشه: بطاطس، خضار مشكل من الجزر والفلفل الالوان والبصل، فلفل الحار، روزماري، زعتر، الحاجات دي كلها، توم. المقادير على الشاشه، ممكن نشوف مقادير سوفليه البطاطس او الفاهيتا مع بعض. الفاهيتا سوفليه بالبطاطس، والفكره جت منين يا مغازي؟ احنا كلنا عارفين السوفليه ده لحمه او فراخ، يعني بتتحشر البطاطس المسلوقه او المهروسه. المقادير على الشاشه، معانا بطاطس مهروسه ومسلوقه ولازم تتسلي بالقشره بتاعتها، وشرايح من البصل والفلفله الملونه، وبصل وتوم ده اساسي، وخضره، وثلاث بيضات في المقادير علشان نعملهم المارينج او نعملهم سوفليه. الطاسه بتاعتها على النار، البرجر بيستوي، هنشوف ازاي نعمل مع بعض السوفليه بتاعنا. ايه قصة السوفليه بقى؟ نعم عيني حاضر. ايه قصة السوفليه بقى عشان نبقوا عارفين؟ السوفليه ده اخواننا الفرنسويين شطار في عمايله، بيفطروا بيه الصبح، يتغدوا بيه عادي. فكرته ان بنعمل الاساس بتاعه اللي هو عبارة عن وايت صوص، اللي هو معلقتين من الدقيق بيتحمروا في معلقتين من الزبدة، وبياخدوا شوية حليب، وبيبقى ده الاساس. عايزين نعمله بالليمون، بنحط بشرة ليمون وعصير ليمون، ويتخفق جامد، ونديله بياض بيض هش. نيجي ياخد بياض البيض ده اللي معانا ده كده، بيتفصل الصفار عن البياض ويبقى ماده رغويه هشاشه، وبنخلطه بالوايت صوص المخلوط بالعصير الليمون او ببشره الليمون، ده يسمى هنا سوفليه الليمون. طب عايزينه بالتفاح، نضيف للوايت صوص اللي هو عباره عن دقيق وزبده وحليب، بنضيف له تفاح مبشور مع عصير تفاح، ويبقى هنا سوفليه بالتفاح. طب عايزينه بالمشمش، نفس الطريقة، معلقتين دقيق، معلقتين زبدة، شوية حليب، عطينا الفليفر بتاعنا، دي كلها حلويات سفليات،
وناخد المشمش ده نضرب في الخلاط نخلطه مع بياض البيض وبقى سوفليه المشمش وهكذا عشان نفهم ايه قصة السوفليه. البرجر بيستوي يا فريدة واحنا شغالين في السوفليه بتاعنا. البيكاتا تشيكن او البيكاتا فيش او البيكاتا بيف هي شريحة لحمة بتتبل بدون اي مادة دهنية، بتخش على معلقتين من الدقيق، معلقة نشا عشان تديها كريسب شوية وقوام، وبعد كده بنحمرها في الطاسة. الطاسة اللي حمرنا فيها شريحة اللحمة او الفراخ او السمك هي نفس الطاسة اللي بنحط فيها معلقتين دقيق تاني مع شوية حليب وشوية كريمة لباني، معلقة من المستردة. كده حصلنا جيدا على صوص الكريمة. عايزاها بالمشروم بنحط مشروم، عايزاها بالكبري بنحط كبري. كبري ايه يا شيف؟ اللي هي بذور الخيار المتخليلة، ودي بلاش منها، مش متوفرة كتير في السوبر ماركات العادية. هناخد الفلفل بالشكل ده كده، تقطيع دي حلوة اهي. المخرج بيقول لي ليه مش حاطط الفلفل على الناحية التانية؟ حلو، سؤال وجيه جدا يعني. ما هو بقى ايه مخرج بقى وعايز ايه يعني يشوف الايه التركات الصغيره والتفاصيل ديت. انا دايما لما تيجي تقطعي طماطم، والله العظيم يا اخوانا انا بكلمكم من قلبي وما بسيبش ثغره في حاجه بعملها الا لما افيدك بيها بس، وانا بشرح كده التقطيعه دي. خلي بالك اهو، ادي فلفل اهو. لما اجي اقطع الفلفل ده كده بالشكل ده كده، انت ما تستهونيش بالقشره او بالغلاف بتاع الفلفل من بره، دي السكينه الحاده بتبردها بسرعه وبتبقى صار. جيبوا لي هنا يا شباب اهو، انا بس بشرح هنا موضوع. طيب حاضر. طيب حاضر يا فندم. طيب حاضر. انا عايز بس اوضح حاجه مهمه جدا. السكينه هنا مع الغلاف الخارجي للفلفل او السطح الخارجي للفلفل بتكون حاده شويه، ما بتاخدش السرعه، فانا هنا بسهل موضوع التقطيع. كذلك الطماطم القشره الخارجيه برضو بتبقى صعبه شويه، فلما بقلبها كده بتبقى سريعه التقطيع، وهنا السكينه بتاعتي بتبقى دايما حاميه. بس بشرح التفاصيل الصغيره دي كده اهو، وبتبقى امان كمان لانها طبعا بتبقى على الناحيه الناعمه، ايديا ممكن ان هي ما تثبتش على حبات الفلفل واجرح صباعي لو انا ما عنديش خبره في مسك السكينه والتقطيع. انا بشرح الظروف الصغيره دي كده لان كل ام بتتابعني دلوقتي بتبقى عايزه طبعا توري مهاراتها وتقف في المطبخ كده تعمل حاجه حلوه. هنبدا ان احنا نحمر الفاهيتة بتاعتنا اللي هي عبارة عن خضرة متقطعة ومعانا توم. حلو الكلام. طبعا مهم جدا التفاصيل الصغيرة اللي بقولها دي، دي بتساعدك انك انت تبقى في المطبخ كده ايه حاسس انك تعملي حاجة حلوة. ادي البصل بالشكل ده كده، حلو. وادي الفلفل. طبعا الخضرة دي كده نحطها على النار، وهنقلب البرجر دلوقتي عشان مخرجنا يجيبه اهو. نغطي الطاسه عينيا اهو اهو، والخضره بتاعتي اهي زي الفل. ده ورق ريحان اخضر حلو، ونقلب كل الخضار ده مع بعضه زي الفل. طب انا عايز الخضار ده يستوي بسرعه يا شيف مغازة، اعمل ايه؟ الطبيعي بتغطي الحله او الطاسه اللي بتحمري فيها اهي. طب الخضرة دي هتروح على فين؟ دي الفاهيتة بقى من غير لا لحمة ولا فراخ، عينيا أمان زي الفل. الخضرة دي بعد ما تتحمر كده وتتشوح هتخش ما بين طبقتين من السوفليه. إيه هو السوفليه النهاردة؟ بطاطس، اللي هو الخضار ممكن يتعمل سوفليه. طبعا أشهر أنواع السوفليه في المطبخ الفرنسي سوفليه السبانخ. حلو الكلام. هنغطي الطاسة دي كده زي الفل. بيتعمل إزاي سوفليه السبانخ؟ نفس الطريقة، بنجيب السبانخ نضربها بوريه في قلب الخلاط. حلو الكلام. كده الفاهيتة شغاله، نشوف اخبار البطاطس السوفليه بتاعتنا، ولكن ده ما يمنعش مطبخك نضيف اول باول اهو. وانا شغال كده علشان تبقى نفسك مفتوحه انك تقف كتير في المطبخ. هنشوف السوفليه اخباره ايه. اللهم صل على النبي. نجيب بوله كبيره زي دي كده، معانا البطاطس اهيت، نتاكد ان هي مهروسه كويس. ودايما البطاطس علشان نستفيد بالكربوهيدرات اللي موجوده فيها سواء بنعمل اكل رجيم او خلافه، لازم تسلقيها بالقشره بتاعتها يا ست الكل، يا امي، يا خالتي، يا عمتي، يا بنوتي الحلوه، علشان تستفيدي بالقيمه الغذائيه اللي موجوده فيها. خلاص احنا وصلنا دلوقتي في تكنولوجيا، في تطوير، في ابداع في المطبخ. لازم البطاطس تتسلق بالقشره. كانوا زمان يشوف امهاتنا كانت تعمل كده، تقشر البطاطس تقطعها مكعبات تسلقها.
تحط عليها شويه الحليب وشويه السمنه، بس كانت السمنه زمان تعوضنا عن كل حاجه. انت تسلقي البطاطس بالقشره بتاعتها، وبعد ما تسلقيها سيبيها لما تبرد وتشيلي القشره علشان ما نفقدش السائل او الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده في البطاطس. كل ده كده البطاطس بتاعتنا زي الفل. زي الفل. هنقلب دول كده مع بعض. ما انا بعمل الحاجه وبستاذنكم، ممكن ومش ممكن. نقلب كده. ايه الدنيا؟ شفت الخضره الحلوه دي كده؟ كله منتظر دلوقتي السفليه يتعمل ازاي. ده فلفل ملون مع بصل، البهارات بتاعتنا شويه ملح، شويه فلفل صغيرين. شايفين الشقاوة؟ طبعا طبعا. ولوي بعدين الاكل برضو مهما كان، يعني برضو بنعمل دايت. بس لا، احنا لو احنا من البداية خالص ماشيين يوم في الاسبوع، مش هنستنى لما اوزاننا تزيد بقى ويبقى عندنا ايه مشاكل صحية. ايه شوية زعتر حلوين كده زي الفل، شوية الملح التمام. برضو تاني بكرر اليوم الاكل الصحي عشان حبايبنا اللي بيتابعونا، احنا مش بنعمل رجيم قاسي او اكل دايت قاسي زي مثلا دكاتره التغذيه نخبط على عليهم مثلا ندفع الفيزا مبلغ وقدره. يا نعم يا فندم. حطيت شويه ملح وشويه فلفل وشويه زعتر وبس. لان الفلفل الالوان هنا لها طعمها الخاص والمذاق الخاص، فانا مش عايز اسرق الطعم منه. هناخد الخضار ده كده بعد تشغيله ونخليه جنبنا هنا زي الفل. تمام. ونكمل موضوع السفليه. البياض يتخفق جيدا كده يديني الماده الرغويه بتاعته. سريعا سريعا اهو، ممكن في خلاط ممكن بايدك عادي بمضرب اهو. الماده الهشه بتاعته دي الاساس السفليه، سواء سفليه سبانخ، سواء سفليه ليمون، سفليه بطاطس، سفليه تفاح، زي ما انت حابب. دي الاساس. اديني ماده هشاشيه قوامها لها غلاظه شويه كده، كانك بتعملي احنا عارفين كلنا السبونش بتاع الكيكه او التورته اللي بنعمله اهو بالشكل ده كده. الكيكة الاسفنجية. حلو الكلام. هو ده الكلام. بس خلاص شايفين القوام. ده السفلي. نعم يا فندم. زي الفل. هناخد بعدين نطلع فاصل. طب بس قبل الفاصل تركيه صغيرة كده عشان حبايبي اللي بيتابعوني، عشان السفلي الحلو ده كده نبص عليه ونشوف الدنيا. اللهم صل على النبي. بنعمل ايه يا شيف؟ بتجيب كسرولة حلوة زي دي كده اهو. هطلع فاصل دلوقتي حالا. عند البطاطس هنا بريئة وزي الفل. انا سليها طبعا بشوية ملح لطاف وحلوين. بعمل ايه؟ باخد بياض البيض اهو واقلب ده كده بمعلقة. اللهم صل على النبي اهو. واخد نص الكمية دي يا عم الشيف احطها في قلب الصينية دي كده اهو، واحط الخضرة اللي انا قطعتها دي من شوية وفي قلب الطاسة عندي جاهزة اهو. ده سفليه السبانخ من غير لا لحمة ولا فراخ اهو. بسرعة كده الخضرة معايا اهيت اهي، الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها اهو. دي السفليه بتاعنا اللي هي الفاهيتا، ونفرشهم كده اهو، نفرتها اهي اهي اهي. بقية المقادير بتاعتنا مخلوطة ببياض البيض بنحطها كده. اللهم صل على النبي اهو. ده السفليه بتاعنا لطيف وجميل. تعالوا نبحث الاكله دي فيها بروتين، فيها بروتين، فيها نشويات، فيها نشويات، فيها فيتامين سي، فيها فيتامين سي، فيها كربوهيدرات، فيها كربوهيدرات، فيها سكريات، فيها سكريات. كل ده موجود في الطبق ده اهو. ده مطبخ مكسيكي مع مطبخ طلياني، الاثنين في ملعب واحد على شاشه القناه الاولى اهو. على فين يا عم الشيف؟ درجه حراره الفرن عندي 180. هندخلهم الفرن مع بعض وخلونا اطلع فاصل صغير. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. بس خلونا نطلع السفليه الاول بصراحه، يعني ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ سفليه سفليه البطاطس بالفاهيتا. اللهم صل على النبي. طبعا وجود بياض البيض هنا مع البطاطس بيديها شخصيه عاليه جدا، بيديها هشاشيه. شايفين الحلاوه؟ نقطع منها كده وناكل بالف انا وشفا. ده سفليه الفاهيتا بالبطاطس. حلقتنا النهارده اعتقد ان هي بسيطه وسهله. النهارده الاكل صحي
بقدر الامكان قدرنا نهرب من الدهون والحاجات اللي بتؤدي للدسامه والوزن الزياده. بطاطس السوفليه استخدامنا ليها بياض بيض امن، يعني بروتين برضو حيواني، كربوهيدرات موجوده في البطاطس، نشويات، الخضره بتاعتنا اللطيفه اللي شكلها يفتح النفس، البرجر اللي على الشاشه الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، فيها كل حاجه الطماطم والبصل. ولكن كان الجديد، وطبعا دايما على شاشه القناه الاولى دايما عندنا الجديد وعندنا الابداع والرؤيه حتى في التفاصيل الصغيره. الكنوة استخدامنا ليها البرجر النهارده ده جديد، وقدرنا نعمله بطريقه جديده ونقدم معاها برضو شرايح البصل والطماطم لاولادنا مع الخبز اللي هم بيحبوه. هشوفك في المشمش، عصير المشمش النهارده، او السموزي بالزبادي قليل الدسامه، او الدايت اللي موجود في السوبر ماركت وده موجود باسماء مختلفه. رؤيه، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.